هلو، اهلا بكل اصحابي اصحاب هاندي. عاملين ايه؟ حد فيكم رسم الرسمه اللي احنا رسمناها مع بعض المره اللي فاتت ولا ما رسمناهاش؟ عايز كل الناس تبعتلي هما رسموا ايه. المره اللي فاتت رسمنا مع بعض رسمه حمامه بطريقه سهله جدا جدا، والنهارده هنتعلم مع بعض الرسمه الجديده بتاعتنا. كلنا طبعا بنحب شخصية نيمو، نيمو السمكة اللي بتمشي في المية. حد فينا ما شافش الكرتون بتاع نيمو؟ اكيد كلنا شفناه وعايزين نرسم الشخصية بتاعت نيمو، فالنهاردة هنتعلمها مع بعض بطريقة سهلة جدا جدا. اهم حاجة كل حد قبل ما يتفرج معايا على الفيديو يوقف الفيديو شوية ويجري بسرعة يجيب اول حاجة معايا ورقة، ويجيب قلم رصاص، ويجيب ألوان خشب علشان نلون الرسمة بتاعتنا، ويجيب قلم فلوماستر أسود وأستيك علشان نحب نمسح، أو براية لو حبينا نبري القلم. كل واحد يجهز أدواته ويستنى علشان نبدأ مع بعض. يلا بينا، بعد ما كل الناس جهزت الأدوات بتاعتها نشوف هنرسم النهاردة نيمو إزاي. هنحط إيدينا دي كده على الورقة، ونحط القلم بتاعنا من هنا، نبدأ من أول هنا، نحط القلم كده ونبدأ نمشي بالقلم، نمشي زي ما تعلمنا المرة اللي فاتت، نمشي بالقلم كده كده كده، ونلف حوالين آخر صباع، ونيجي هنا ونقف، شيل إيدينا كده ونشوف. الله، فين نيمو؟ لسه ما جاش. طيب يلا نكمل علشان نلاقي نيمو. هنيجي عند الخط اللي احنا بدأنا من عنده، وننزل كده بالخط لتحت، ونعمل الديل بتاع نيمو. ديل نيمو كان عامل كده، ونلف كده ونرجع عند آخر الخط ونقوم قافلين كده. احنا عملنا الأوتلاين بتاع سمكة نيمو. نقفل الحتة اللي فوق دي كده عشان دي هتبقى الزعنيفة بتاعت نيمو، ونيجي هنا نعمل العين بتاعته. عين نيمو كانت جميلة وكبيرة، نعمل له عين كده كبيرة وجواها كيرف تاني كده، وجواه كيرف تالت كده كده. بقيت عاملين العين بتاعت نيمو. طيب لسه نيمو ما عملش بقه علشان يضحك معانا. يلا نعمل له البق بتاعه كده وهو بيضحك، كيرف لفوق كده، ونعمل شرطة عشان يضحك. وفاضل الزعنفة اللي هنا دي معانا، نقفلها كده الناحية التانية. نيمو بقى ما كانش لونه كده، كان فيه، ونعمل الخط التاني كده، بعد كده الخط اللي في النص كده، وآخر خط اللي في الديل كده. كده بقت نيمو جاهزة علشان تتلون. يلا بينا علشان نلونها. نيمو كان لونه ايه؟ كان الخطوط بتاعته لونها ابيض، وبقيت نيمو لونه ريد. يلا نلون نيمو. وزي ما اتفقنا اصحابي ان احنا بنعمل على الطرف من بره بالراحة خالص علشان ما نطلعش بره الخط، ومن جوه ممكن نعمل بسرعة شوية. نبدأ نلون كده، والتلوين يا صحابي يكون في اتجاه واحد، يعني مش عايزين نلون كده وبعدين نلف القلم ونلون كده، بعد شوية نلون كده، علشان التلوين بتاعي يطلع شكله حلو عايزين ان احنا نخلي القلم يبقى في اتجاه واحد طالع ونازل في نفس الاتجاه. بصوا الخطوط بتاعتي كلها من فوق لتحت، فوق تحت فوق تحت فوق تحت كده، يطلع التلوين بتاعي جميل. يلا مين لسه بيلون معايا؟
مش مهم نخلص بسرعة، المهم ان احنا نعمل انسايد. اهم حاجة في الرسم بتاعي ان انا مطلعش بره الخط، عشان تطلع الرسمة بتاعتي منظمة والتلوين بتاعها هيكون جميل. كده خلصنا الزعنفة اللي تحت، ونكمل بقية الوش. كده خلصت الوش، فوض الديل اللي بيعمل بالراحة شوية وعايزني. شفتوا يا صحابي، انا عشان ما خدتش بالي ولونت الحتة البيضة باللون الاحمر، فهمسحها كده عادي خالص، مفيش مشكلة، واكمل بقية الديل. كده بقت نيمو كلها متلونة معايا. فاضل ايه؟ مين الشاطر صاحب هندي اللي هيقول فاضل ايه؟ ايوه، فاضل ان انا احدد الاوتلاين بتاع الرسمة بتاعتي باللون الفلوماستر الاسود علشان تبقى رسمة جميلة. مش كده بالراحة على الاوتلاين بتاعي، نيجي عند البق ألف كده وأعمل الشرطة بتاعتي عشان يبقى نيمو بيضحك، وانزل أكمل تاني بالراحة خالص. لو انت حاسس ان انا بعمل بسرعة وانت مش لاحق ترسم معايا، ممكن توقف الفيديو وتعمل الحتة اللي احنا بنعملها دلوقتي دي بالراحة، وكل لما تعمل حتة تشغل الفيديو تاني وتكمل معايا. نكمل الزعنفة اللي فوق كده، والزعنفة اللي تحت كده، وفاضل الخطوط البيضة علشان يبقى شكلها حلو. كده خلصنا الخطوط البيضة، فاضل العينين، دايرة كبيرة وداي نص دايرة جواها، وآخر دايرة هنعملها كلها اسود. الله، كده نيمو ظهر معايا يا أصحابي، شايفين بقى شكله حلو ازاي؟ ورسمناه بان احنا حطينا ايدينا كده على الورقة ومشينا، بعدين لوننا كله أحمر وعملنا الثلاث خطوط بتاعته، بقى شكله جميل جدا. نقفل القلم بتاعنا عشان ما يفضاش. وبكده احنا النهاردة رسمنا مع بعض رسمة نيمو. عايز كل واحد رسم معايا يصور الرسمة بتاعته ويبعتها لي علشان أشوفها، بحب أشوف الرسم بتاعكو جدا. اللي استفاد معايا في الفيديو ده